شاي. ايوه دكتور اشرح لي. الان في ساحه رئيسيه امام كافيتيريا الجامعه و بنك القدس. نعم بنك القدس. وسنتوجه الى المكتبه الرئيسيه لجامعه النجاح الوطني. مباني الكليات، وهذا المبنى اللي فيه المكتبة كمان في مبنى جنبه اللي هي المدرجات، القاعة هي عبارة عن مدرج. شايف هنا تجد النظافة يا أبو ماهر. Good. أيوة. في الجمال تجد النظافة. Very clean. هذه عبارة عن مدرجات. هي ظافر البصر. هنا في عنا ثلاث مدرجات. برج الساعة 1 مينيت. برج الساعة اوكي. مدرجات الشهيد ظافر المصري. هذا عبارة عن المدرجات. القاعات الكبيرة 181 201 كل مدرج ساعتي. مش دخلت أنا وياه؟ بس أنا مسكر. أي نو. مسكر. بعدين بنروح على المكتبة. أوكي. إن شاء الله رب العالمين. كيفك يا محمد؟ كيفك؟ إن شاء الله. إن شاء الله بخير. طمنينا على أختك إن شاء الله. ليش بتخبي انت؟ لا مع لا على اليوتيوب هذا. وين راح الدكتور؟ هوا يا دكتور. اوكي اسمعي من ثلاثة من هون بس الخيال بكل طلعت في الخيال. وين مكتبك هلا بعده هو؟ ولا صورت مش هذه اللي شو بسموها العليقة؟ طيب منيحة مكتبة السيد ديانا الصباغ تبرع هاي من الست ديانا الصباغ. في ناس فيهم خير يا راجل. مكتبة جامعة النجاح السيدة ديانا تماري الصباغ. هذه جولة مع الدكتور مصطفى الحج علي في جامعة النجاح الوطني في نابلس. مكتبات لأنه هذه المكتبة الرئيسية بس في كل فرع في مكتبة. ولذلك مجموعة من المكتبات. ما شاء الله. العافية. مرحبا. وصديقي وضيف عندي خالد يعمل جولة. الأمن والمراقبة كمان إدارة المكتبة. خلنا نبدأ من هناك مركز المؤتمرات. هذا بصير فيها
مؤتمرات رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشات يعني كانوا عن بعد مرة. ممتاز. هلا شو بيعملوا هدول الشباب؟ أنا الإعارة اللي بده يستعير كتب. كويس بدور على النت مشان يشوف الكتب اللي بده إياها بتكون فوق على الرفوف بسجلها على ورقة بطلع بجيبها بسجلها هان ويوم بده يرجعها برجعها هان. كويس الإعارة والإرجاع هذه عبارة عن النت. شفت كيف حالك؟ هذه عبارة عن النت. بريتش كونسل وير؟ لا هذا يعني مشان منشورات. اللي بده يدور على الكتب كويس يفتح المكتبه كلها بتطلع عنده بيشوف على الفهرس كويس قبل ما يطلع على الصفوف ولا شيء يسجل رقم الكتاب واسمه اي سنه وكذا وبيبين اذا كان الكتاب موجود ولا حدا مستعيره ببين عنده بيطلع على الرف بجيبه وبسجل هناك على اسمه على هويته وبمشي. تعرف هذا دكتور تعرف لو انه اسمر شويه بدي اقول لك اوباما مصادر المعلومات الالكترونيه electronic information resources اي كتاب اي مجله بده اياها كان عم يتبلى فيها. جود جود فيري جود. قديش في عندنا مجلات هنا بنلاقيها موجوده؟ قديش بتفكري؟ عندنا تقريبا حوالي اكثر من 35,000 مجله اللي تصدر بشكل منتظر هلا عند الإدارة.